الأستاذ الدكتور علاء عبد الوهاب المدير الإقليمي لهيئة تنشيط السياحة الداخلية. الحفل الافتتاحي كان حفل أكثر من رائع، حضروا طبعا معالي وزير الدولة للتنمية المحلية، وحضروا حضرتك 4 محافظين، محافظ جنوب سيناء، محافظ البحر الأحمر والأقصر وسوهاج ومحافظ إنا، وده طبعا بيعطي اهتمام وثقل للمؤتمر نفسه. استكمالا لمسيرة المهرجان، كان في ندوة منذ قليل أقمتها حضرتك مع الطلبة وبعض الدكاترة الموجودين بكلية الإعلام. يعني هو حضرتك بالنسبة لنا التواصل مع الإعلام مهم جدا، ولكن إحنا أولادنا دول النشء بتاعنا لازم نعرفه الموضوعات السياحية، لأني بنجد كثير من الإعلاميين بيجهلوا كيفية الحوار السياحي ومش فاهمين لغة السياحة ولا معطياتها ولا فاهمين اختصاصات وزارة السياحة واختصاصات الوزارة الأخرى، فإحنا بنوضحها لهم على أساس بعد كده لما في برامجهم الحوارية يبقوا عارفين هم بيتناولوا الموضوع من أنهي زاوية بالظبط. ايه رأي حضرتك في مدى تفاعل الطلبة مع أثناء الندوة؟ والله الطلبة متميزين، طلبة إمكانياتهم عالية، طلبة متطلعين ومتحمسين، وإحنا يجب علينا إن إحنا نستغل هذه الحماسة في إن إحنا نوظف الشباب، وخصوصا إن صناعة السياحة هي المشروع القومي الأول لشباب مصر. إيه النصيحة اللي حضرتك تقدمها لأولادك أو أبنائك من الطلبة لتنشيط المجال السياحي وتوسيع فكرهم؟ والله حضرتك أنا عندي بنت بتدرس سياحة في كلية السياحة وفنادق حلوان، بقول لها نعمل اللي علينا بكافة، تحت ضغط حضرتك، إحنا نعمل اللي علينا. اسماء الجيوش، استاذ الاذاعه والتلفزيون بكليه الاداب جامعه المنصوره. طب ايه راي حضرتك في المهرجان التي نظمته جامعه جنوب الوادي؟ والله انا شايفه ان دي طفره كبيره جدا في الكليه، وطبعا دكتور هاله نوفل وكيله الكليه لشؤون خدمه المجتمع وتنميه البيئه لها دور فعال جدا في نجاح هذا المهرجان، والدكتور عبد العزيز عميد الكليه، وطبعا الرئيس المتميز دكتور عباس اللي فعلا بيقدر ان هو يطور الجامعه كل يوم. النهارده احنا لما بنتكلم عن الاعلام وتنشيط السياحه يبقى لازم تكون من خلال كليه الاعلام، لان هي اللي بتبقى سباقه في الوصول الى دور السياحة الفعال، سواء السياحة الداخلية أو السياحة الخارجية. المشاركة الطلابية عالية جدا، تنظيم الحفل كان في منتهى الرقي والتميز، وفي نفس الوقت كان في مجموعة كبيرة جدا من شخصيات الحضور اللي كانت تحت رعايتها، ومظلة الدعم الدائمة اللي موجودة في هذه الجامعة بيدل على أن هي مش بس جامعة وليدة، لا هي جامعة فريدة بكل المهرجانات والأحداث اللي بتحدث بداخلها. مهرجان السياحة النهاردة احنا كلنا بنتكاتف لإنجاحه، أيضا بوجود الطلاب وبوجود هذه الفعاليات الكبيرة، وبنتمنى الكلية كل الدوام والتفوق بإذن الله. طب من وجهة نظرك هي ليه السياحة أساسا متدهورة ومفيش تطور؟ تعال نقسمها على محاور 3 كده سريعة: الصورة الذهنية الخارجية والداخلية للسياحة، عملية عدم الاستقرار الأمني أو الفوضى الأمنية التي حدثت بعد الثورات، أيضا عملية التكاتف ما بين الوزارات المعنية، السياحة، الأثار، الري، الداخلية، وزارة الإعلام طبعا على رأسهم. هذا التكاتف الذي نرجو أن يكون أكثر فعالية بيجعل هناك نوع من عدم تفعيل السياحة على أرض الواقع، وبالتالي بيبقى في نوع من الضغط على الصورة الخاصة بعملية التنشيط سواء لدى المواطن أو لدى السائح. وأيضا عملية المحاور التلاتة اللي احنا اتكلمنا عليها، هنرجع في النهاية ونقول ان هنا احنا بنتكلم في عملية تغير اقتصادي كاملة سواء لمصر في كل المجالات وليس فقط للسياحة، ولكن أيضا عملية التغير الذهني اللي حصل وعملية التفعيل الأدوار المتبادلة اللي موجودة ما بين الوزارات الأخرى وما بين بس السياحة، اللي احنا مش بنعتبرها أنها دولة مستقلة ولكنها جزء من متغيرات كثيرة. في النهاية أنا هقول بس كلمة للمواطن المصري عن السياحة المصرية: نحن نمتلك أيقونة كنوز العالم الأثرية والطبيعية والبشرية، وبالتالي لابد أن يكون هناك دور وطني فعال لعملية تنشيط السياحة وليس فقط دور معني بالدولة ككل. طب ممكن من وجهة نظرك إزاي إن احنا نحسن الصورة الذهنية في الخارج عن السياحة المصرية؟ أول حاجة احنا عندنا وسائل الإعلام ككل، تاني حاجة السلوكيات اللي موجودة لدى المواطن وأيضا لدى السائح من التعامل مع السائح الداخلي والسائح الخارجي، كمان عندنا مسألة التوازنات
أو كيفية التفاعل مع المواطن ومع السائح، لأن أنا بعتبر أن المواطن هو عبارة عن سائح داخلي بالنسبة لي بالإضافة للسائحين من الجنسيات الأخرى، عملية السلوكيات المتبادلة وأيضا عملية الوعي الكافية والثقافة الخاصة بالسياحة على أن هي مورد حقيقي لارتفاع مستوى المعيشة الدولة ككل، وبالتالي نحن لا نتعامل مع السائح على أنه فرصة لابد من اقتناسها، ولكن نتعامل مع السياحة على أن هي أسلوب حياة. طب كلمة أخيرة لوزير السياحة، إزاي نطور السياحة وإيه اللي هو ممكن يعمله؟ وزير السياحة بيقوم بدور فعال جدا، ولكن لابد من التكاتف مع كل وزارات المعنية، وزارة الداخلية، وزارة الري، وزارة الأثار، وزارة التنمية المحلية، ووزارة الإعلام. لابد أن يكون هناك غرفة عمل مكثفة للتبادل الخبرات والأداء، وأيضا لعملية رفع التعاون المتبادل من أجل أن يكون هناك راحة كاملة للسائح الداخلي والخارجي في الوصول إلى الأماكن السياحية وتنظيمها وتنسيقها، بالإضافة إلى عملية رفع مستوى الدعاية والإعلام الخاص بالسياحة المصرية، لأننا في أمام الآن حرب كبيرة جدا تجاه مصر، والسياحة للأسف هي من تدفع ضريبتها. ماشي، شكرا بحضرتك. أشكرك وأتمنى لقناة الجامعة كل توفيق. دكتور وليد العشري، أستاذ الإعلام بجامعة طنطا، أهلا بك يا فندم. أهلا بك يا فندم. والله حقيقة الأمر أنا سعيد جدا 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 بتواجدي في هذه الجامعة التي أصبحت بحق إحدى الجامعات التي نفخر ونعتز بها، ليس فقط على المستوى المصري ولكن أيضا على المستوى العربي وعلى المستوى العالمي، وهي جامعة جنوب الوادي. أما فيما يتعلق بمهرجان السياحة الذي نحن بصدده الآن وتحديدا حفل الافتتاح، طبعا الكل أجمع على أن هذا الافتتاح يعد بكل المقاييس قيمة فنية وإضافة جديدة لكلية أنا بعتبرها من الكليات الناشئة، ولكنها قدرت أنها تثبت كفاءة واقتدار. وجهة نظر حضرتك، إيه دور الإعلام الجديد في تنشيط السياحة؟ يعني هو أنا مش هطول في هذا المجال، ولكن تعالي نتفق على شيء مهم جدا، وهو النهاردة مسألة السياحة أنا بعتبرها جهد مجتمعي لابد أن احنا جميعا نتضافر فيه، كافة المؤسسات وكافة الأفراد، لأن السياحة لا شك أن هي بتمثل بالنسبة لي النهاردة أحد أهم مصادر الدخل القومي في مصر، ونحن نمتلك الكثير والكثير من اللي احنا بنسميها الإرث الحضاري الذي يشهد له العالم بأسره. احنا محتاجين ده، محتاجين وسائل إعلام حقيقية أن هي تقدر تنقل الصورة فيما يتعلق بوسائل الإعلام التقليدية، أن هي تكون عندها خريطة إعلامية جادة تقدر من خلال برامجها أن هي نعمل برامج توعية حقيقية للسياحة، ليس فقط على المستوى الداخلي وإنما على المستوى الخارجي أيضا. أما فيما يتعلق بإمكانية توظيف ما يسمى بنيو ميديا أو وسائل الإعلام الجديدة في خدمة هذا المجال، فلا يختلف اثنين أن احنا النهاردة بنتكلم على فضاء عام، مجال مفتوح نقدر من خلاله ومن خلال ما يسمى اللي أنا بسميه بالثقافة التشاركية من قبل الشباب اللي احنا النهاردة بنعول عليهم باعتبارهم حجر الزاوية في بناء أي مجتمع من المجتمعات، النهاردة الشباب هو الأكثر استخداما لهذه المواقع، الشباب هو الأكثر توظيفا لهذه المواقع. كل ما آمله وأتمناه في حقيقة الأمر أن يتم توظيف هذه المواقع الجديدة في التوعية الحقيقية لطبيعة السياحة في مصر، حتى نقدر ان احنا نوصل الصورة الحقيقية لمصر وللمصريين، لان السياحة قائمة ليس فقط على مصر كدولة وانما ايضا على سلوك افراد، فاحنا عايزين نطلع الصورة بالشكل المناسب، عايزين نقول ان احنا نملك اثار، عايزين احنا نقول ان احنا عندنا ناس بتحترم السائح، نقدر كل السياح لهم كل الاحترام ولهم كل التقدير، واكيد لما يجي يزورونا هيلاقوا كل ما يسرهم سواء على مستوى الزيارات او على مستوى التعامل ما بين الافراد. كل ما اتمناه بايجاز شديد جدا ان احنا شبابنا الجميل ان هو يقدر يوظف هذه الشبكات سواء عن طريق الفيسبوك او غيره او غيره، ان هو يقدر ينقل الصوره الحقيقيه لطبيعه السياحه في مصر كلها. شكرا لحضرتك. اشكرك يا فندم، ومره تانية انا سعيد بكم جدا جدا جدا، وان شاء الله تبقوا مذيعين ومخرجين ومعدين على المستوى المطلوب ان شاء الله.